التصوير. موضوع التصوير ده موضوع مهم جدا، ولا سيما ان اصبح المعروف في الشركات في كل بغض النظر من ناحيه الجوده من ناحيه الحاله. نعمل ده اتمناه صناعيه جديده ان شاء الله انها تنتقل من المحليه الى العالم الجديد، ده موضوع مش سهل ابدا، انها تنتقل الى العالم الجديد. لوكال يعني محلي مش كفايه، الموضوع ده لازم يدخل تحيز ما بين الدول، وده يعوقه بعض اللوائح والقوانين المحليه. ازاي اطلع الورق؟ ازاي الورق دي ازاي يعتمد عند الجهات الاجنبيه وعند الدول الاجنبيه وعند الهيئات وعند الهواة؟ دي كلها مشاكل تتعرض فيها الجمعيه او المشرفين عليها. ربنا يعني يكرمهم ويقدروا يذللوا هذه العقبات مع المسؤولين، حتى انها تنتقل من مصر او من مجموعه الدول العربيه الى العالم كله. وهناك امثله كثيره في العالميه توجد يعني نظام عندنا فنانين كبار في كل المجالات وفي كل الروايات، لان نادرا ما ينتقل واحد في العالميه. يعني محمد عبد الوهاب فنان عظيم المحل على مستوى العالم، انما لم ينتقل عالميا. نيجي مثلا نشوف عمر الشريف ممثل انتقل الى العالمية بعد 20 سنة، جه واحد كان اسمه خالد النبوي انتقل الى العالمية كممثل فيلم، وهكذا يوسف شاهين راجل بدأ في مصر مخرج فنان بعد 20 30 سنة على الأقل محترم في العالم كله، كل أفلامه وخد جوائز من فرنسا من العالم كله. وأعتقد إن مصر تنفع فيها مخرج عالمي وإلى آخره. فأتمنى إن هذه الجمعية تنتقل إلى العالمية بدعم برضه من المشرفين على القوانين إن هم يذللوا هذا.